انهيار بوتيرة سريعة، هذا ما تصف به منظمة الصحة العالمية القطاع الصحي في غزة في ظل الاعتداءات الجسيمة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي على مستشفيات القطاع. وزارة الصحة في غزة تكشف عن أرقام صادمة لأعداد المرضى المحتاجين للعلاج، إذ قدرت الأعداد ب 350 ألف مريض مزمن في القطاع بلا دواء. متحدث الوزارة أشرف القدرة يحذر من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها هؤلاء المرضى، لا سيما بعد نفاد غاز النيتروز في غرف العمليات ونقص حاد في الغازات الطبية الأخرى، مناشدا المؤسسات الدولية توفير الأدوية للمرضى بشكل عاجل. استهداف مباشر، حصار للمستشفيات، اعتقال للكوادر الطبية ومنع لدخول المساعدات، كل ذلك أدى إلى خروج 30 مستشفى من أصل 36 في غزة عن العمل، ما يشير بوضوح إلى حجم الكارثة الصحية. وكانت مؤسسات صحية وحقوقية فلسطينية ودولية حذرت من انهيار القطاع الصحي في غزة جراء استمرار الحرب. وزارة الصحة ما زالت تحذر من شح الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع ونفاد بعضها جراء الإصابات الكثيرة التي تصل إلى المستشفيات. مراكز النزوح المكتظة ليست أفضل حالاً من المستشفيات، ففي الوقت الذي تتفشى فيه الأمراض داخلها فإن الكميات المتوفرة من الأدوية الخاصة بالأمراض التنفسية والنزلات الرئوية وتلك الخاصة بالأمراض المزمنة تبقى شحيحة للغاية، ويكاد رصيدها يقترب من الصفر، ما نتج عنه تردي الحالة الصحية لعشرات الآلاف من المرضى. وكان المرصد الأورو متوسطي قد حذر من أنه من دون الأدوية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى سيموت عشرات آلاف المرضى في قطاع غزة ببطء وبشكل مؤلم، ما يبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتعزيز وإعادة تزويد المرافق الصحية المتبقية وتقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها الجرحى والمرضى. وإذ تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الثاني بعد المئة، وسط تواصل القصف الإسرائيلي بالمدفعية والطيران على شتى أنحاء القطاع المحاصر منذ 16 عاماً وشبه المدمر كلياً، يقترب القطاع الصحي في غزة من الانهيار التام. عدنان الدرويش، تي آر تي عربي.